يوما ترجعون فيه الى الله. سؤال، ما يعرف يوما؟ مفعول فيه ظرف زمان. طيب، نحن قلنا شرط ظرف الزمان ان يكون منصوبا على تقدير حرف جر، ما هو؟ فيه. على تقدير فيه، ممتاز. وقلنا يعني المفعول فيه يعني فعل في زمان او مكان، ماشي، قدر فيه. اتقوا يوما ترجعون فيه. اتقوا في يوم ترجعون. اين هو اليوم؟ هذا اليوم، ما هو هذا اليوم؟ في يوم الذي سنتقي فيه. يوم المفعول الذي ترجعون فيه. اذا صار المعنى لحظه على اثر الاعراب في المعنى. اذا قلت ان يوما مفعول فيه ظرف زمان، صار المعنى اتقوا الله في يوم القيامه. صحيح؟ في كل يوم. كالكفار كيفوا؟ بس يوم القيامه تتقي. يوم القيامه تتقي تعمل. بنت درس الصلاه وبلش يقول راى بعد ان راى عيانا مشاهد الاخره والحساب والعذاب ويقول لا خلاص بعد حكي نظام يوم بلش. ليس مفعولا به، لان ايوه لان يوم القيامه ليس يوم ليس يوم عمل بل يوم حساب بلا عمل. اذا لاحظ هنا مفعول مفعول فيه غلط، فهي مفعول به. اتقوا يوما يعني خافوا اليوم. ايوه احذروه، اتقوا بمعنى احذروا. التقوى اتقوا اصلها من الوقايه، من الوقايه يعني قوا انفسكم من هذا اليوم احذروا، فهو يوم قادم. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاذا لا يمكن ان تعرفها مفعولا فيه، ولذلك يقولون الاعراب ابن المعنى وفرع المعنى. تريد ان تعرف؟ افهم المعنى. صعبت علينا نحن يعني فيما هي تاتي ظرفا، تاتي ظرفا، لكن قلنا هذا من الظروف المتصرفه، ياتي ظرفا وغير ظرف، فذاك ذو تصرف في العرف. نعم. وشبه الجمله